كرة في اليسار أوليفيرا ينتظر تحرك من كفارة، مرة تقدم كفارة سخيليا كان تقدم في هذه الكرة طلق فيها كفارة. 1-1 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 الساحر كفارة سخيليا يسجل أول أهداف نابولي في مباراة الليلة. 1-0 يسجل كفارة هدف المباراة الأول في كرة من وسط الملعب، مر بشكل ممتاز في هذه اللقطة من ماكسيم لوبيز. شوف مر من لوريونتي، مر هو الآخر أيضا من المدافع إيرليتش وسدت كرة على يمين كونسي، يضع نابولي في المقدمة بهدف مقابل شيء. نعم 1-0 يفعلها كفارة سخيليا ويسجل البارتينوبي هدف المباراة الأول. عملاقة في إيطاليا وهي بالتأكيد من تدعم هذا النادي وتسيطر على نادي ساسولو. لا مش ممكن، أوسيمين يسجل هدف في زاوية مغلقة جدا لم يتوقع أحد، لكن توقع كل شيء من فيكتور أوسيمين. شوف يهرب من الدفاع بشكل ممتاز، يمر من الدفاع سيطر على هذه الكرة، يضرب كرة في الشباك كونسي، هدف ثاني يتحمل حارس المرمى كونسي، هنا يسجل فيكتور أوسيمين هدف المباراة الثاني لمصلحتنا. غير عادي هذا المهاجم على الإطلاق، أوسيمين بهذه الصورة بهذه الروعة يسجل هدف ثاني. رحماني هو من مرر هذه الكرة، شوف يهرب من المدافع عروان يضعه خلفه، حاول إيرليتش لكن لا تحاول أمام أوسيمين.